بيتكلم على انه في شرخ كبير حصل ما بين القيادة في اسرائيل، وفي عدم ثقه بشكل كبير جدا. تقرير نشرته جريده يديعوت احرنوت قالت ان في 3 وزراء على الاقل في حكومه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلنوا ان هم هيقدموا استقالتهم، عندهم نيه لتقديم الاستقاله لو ما اعلنش رئيس الوزراء تحمله للمسؤوليه الكامله للفشل اللي حصل في طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر. يعني انت عندك كده في 3 وزراء هددوا ان هم هيقدموا استقالتهم، مش عايزين يكملوا في الحكومه دي لو نتنياهو ما طلعش واعلن ان هو المسؤول مسؤوليه كامله للي حصل يوم 7 اكتوبر. شكلهم مش عايزين يشيلوا الليله معاه وعايزين يشيلوها له لوحده، شايفين ان هو اللي يشيلها لوحده. تمام؟ مش بس كده، في خلاف كبير ما بين افراد الحكومه، في خلاف كبير وفي ضغينه وفي شحن كبير جدا عند الجنود. في جندي كان في موقع مهم جدا بيزوره نتنياهو، وجندي طلع شتمه وطلع قال له انت السبب في اللي احنا وصلنا له، وروح قدم استقالتك. فبيتشتم دلوقتي في المواقع العسكريه بتاعته المهمه جدا بشكل علني. عندك وزير الدفاع بتاعه جالنت في مشاكل كبيره جدا جدا بينهم، في ازمه عدم ثقه وفي كره وشحن كبير لنتنياهو دلوقتي، سواء في الشارع الاسرائيلي او سواء في الحكومة بتاعته من الوزراء بتوعه. وده على فكرة باين بشكل كبير جدا. هل هو بيحاول يحقق أعلى مكاسب قبل ما يمشي، لأنه هو عارف أنه هو كده كده ماشي وهيتحكم على يوم 7 أكتوبر؟ ولا هل هو بيطول في الموضوع عشان خاطر ما يتحكمش، أو عشان خاطر يحاول يطول في الموضوع على قد ما يقدر، لأنه هو كده كده الموضوع مش هيمر بسلام؟ ناس كتير جدا ابتدت تمشي من إسرائيل، كتير جدا ابتدوا يمشوا خايفين على حياتهم وخايفين على حياة أولادهم. الموضوع عندهم على فكرة أزمة كبيرة، مش زي ما الناس متخيلة هنا. الناس الموضوع عندهم أزمة كبيرة جدا. إيه اللي هو بيحاول يعمله دلوقتي وعايز يوصل لإيه؟ معنا مين يا جماعة على السكايب؟ معنا الباحث السياسي الفلسطيني عمر الغول على سكايب. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. طيب دلوقتي الخلاف والشرخ اللي حاصل ما بين نتنياهو ووزراء بتوعه، سواء وزير الدفاع جالنت او الثلاث وزراء التانيين اللي هددوا ان هم هيقدموا استقالتهم لو هو ما طلعش واعلن عن مسؤوليته الكامله للفشل اللي حصل بالنسبه لهم يوم 7 اكتوبر في طوفان الاقصى، شايفه ازاي؟ قراءتك للمشهد ازاي؟ وده ممكن يوصل لايه؟ يا سيدتي العزيزه، اعتقد ان القيادات الاسرائيليه واركان الحكومه الان رغم الخلافات التي تتحدثين عنها لا يمكن ان يخدموا على الاستقاله الان في ظل وفي خضم الحرب، لانه في كابح ارتباطا بمصالح واهداف النظام و وحدة الموقف على الأقل الشكلية الإسرائيلية، رغم أن هناك شبه إجماع 80% من الشارع الإسرائيلي يحمل نتنياهو وأركان حكومته كلها بما في ذلك الذين دخلوا غانس وحزبه وغيره من دخلوا لحكومة الطوارئ، حكومة الحرب الإجرامية التي تجري ضد الشعب الفلسطيني. أنا أود أن أشير إلى أن فيما يتعلق بالحرب البرية، هل تبدأ أو لا تبدأ؟ طبعا كل السيناريوهات موجودة، ولكن ما هي الكوابح؟ ما هي الموانع؟ ما هي العوامل المؤثرة في تأجيل هذه الحرب؟ أولا التخبط والإرباك الشديد داخل المؤسستين العسكرية والسياسية. ثانيا ضعف المعنويات المعنوية للجيش، مزبوط. نتاج آثار 7 أكتوبر الحالي، مزبوط. الماضي يعني. بالتالي إضافة لذلك عدم تقدير دقيق لما ستحمل الحرب، إضافة لذلك هناك الخشية من الجيوب الموجودة خلف قوات الجيش الإسرائيلي، لا سيما وأن قادة إسرائيل أعلنوا أن هناك ما يزال 20 مقاتلا فلسطينيا من الذين دخلوا يوم 7 أكتوبر. فضلا عن ذلك
المواقع المقاومة التي ما زالت تعمل حتى اللحظة وتلقي بقذائفها وصواريخها على تل أبيب وعلى عسقلان وعلى سديروت وغيرها من المستعمرات المحاذية للقطاع، تؤكد أن هذه الدولة وجيشها وأجهزة استخباراتها وكل مؤسساتها الأمنية بما في ذلك السيبرانية لا تملك أي معلومة دقيقة، وبالتالي لابد من أي حرب تحتاج إلى تقدير موقف وفقا للمعطيات المتوفرة لديها، وبالتالي لا يوجد لديهم أي معطيات دقيقة. أيضا هناك انسحابات من القوات الجوية، بالأمس أول أمس انسحب 4 عمداء من سلاح الجو ومعهم 200 بين طيار ومساعد طيار، وهروب العشرات والمئات من جنود الجيش من خط المواجهة لأنهم لا يملكوا الثقة بأنفسهم ولا بمؤسساتهم ولا ممكن بقياداتهم. نشرح النقطة دي بالتفصيل أكتر من فضلك؟ يعني أنت نقطة إذا هروب، يعني أنا عايزة أتكلم عن هروبهم وعن إن هم مش هيقدروا يواجهوا وجها لوجه بشكل موضح للناس أكتر من كده. في حالة انهيار يا سيدتي داخل المؤسسة العسكرية، وكل ما يجري الحديث، لهذا طلب التأجيل من قبل الإدارة الأمريكية التي تقود الحرب مباشرة، بايدن وإدارته هم الذين يقودون الحرب، ولكن ليس لديهم ثقة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي هزمت من قبل 1200 2000 مقاتل فلسطيني هزموا، وبالتالي هذه الهزيمة هزت أركانهم. في أحد التقارير أول أمس صدر في يدعوت أحرنوت، ماذا قال؟ قالت إحدى السيدات شاهدت عيان إسرائيلية أيوة في أوكفيم أيوة أن هذه البلدة المستعمرة فيها 25,000، وعندما دخلت أذرع المقاومة إلى داخل البلدات الإسرائيلية طلبوا من الجيش أن يأتي، وجاء الجيش بدباباته ومدرعاته وأسلحته، وللأسف جاء وصل قالت 4 مقاتلين من أذرع المقاومة، وهرب الجيش الذي جاء يحمي الناس، وهربت ال 25,000 إسرائيلي من هذه البلدة، وبالتالي لا يوجد معنويات داخل كل شخص إسرائيلي وداخل كل جندي ليه؟ وضابط ليه؟ ليه ما في عندهمش هذا الجيش. معنويات؟ ليه؟ 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 لأنه انهزم، لم يهزم كما هزم في 7 من أكتوبر، انهزم، والهزيمة تشكل إرباكا شديدا لأي مؤسسة عسكرية مطلق مؤسسة. وهذا الجيش أنت تعلمين أنهم يدعون أنهم الجيش الرابع في العالم بما يملكه من أسلحة دمار شامل وأسلحة نووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة التي تستخدمها لكن الآن، العناصر البشرية، العناصر البشرية غير مستعد. غير مستعدة، ولديها فضلا عن الإرباك داخل المستويين السياسي والعسكري بما في ذلك الـ3 وزراء الذين أعلنوا عن يعني الرغبة في استقالتهم من الفضل. وإضافة لذلك ممكن أن تدخل القوات المقاومة في الجنوب اللبناني، وهو من هون كان تهديد نتنياهو بالأمس، وجالنت وزير حربه عندما زاروا بعض المؤسسات العسكرية والبلدات هناك حذروا حزب الله بهدف تحييد الحزب وأذرع المقاومة من الدخول بالحرب، وأنه سيكون هناك عظائم هل في الأمور. احتمال ان هم يتدخلوا بشكل مباشر سواء حزب الله او ايران؟ هل في احتمالية ان هم لا يتدخلوا إيران، دخول مباشر؟ أنا أعتقد إيران لن تدخل، وأعلن بذلك أنهم رغم التهديدات والحديث الشعارات الغير مسؤولة والكاذبة أنهم لن يدخلوا، ولكن في حزب الله في تناقض أيضا، في تيارين، تيار الذي يمثله حسن نصر الله وهو اتجاه الملالي، نظام الملالي،
والاتجاه العروبي الذي تربى على أنه بده يحرر فلسطين. بالتالي هاي المناوشات التي تجري على مدى 5 كيلومتر حتى الآن، أنا أعتقد أنها قد تتدحرج إلى مواجهة، رغما عن خيار مواجهة إيران. ولا مناوشات؟ الذي مواجهة يصير صريحة ولا مناوشات؟ سيدتي العزيزة حتى الآن تجري القصف المتبادلة والوقوع الخسائر في حزب الله وفي داخل الجيش الإسرائيلي هي مناوشات، لكن هذه العمليات المتبادلة والمحدودة والمقدور على السيطرة عليها هي قد تندفع نحو مآلات غير محسوبة إذا ما اتخذ التيار المتمرد والراغب بالدخول في المعركه الى جانب ما يجري في اذرع المقاومه. هل ممكن، لا احنا خلينا نعترف بحاجه، ان اسرائيل دلوقتي بتمر بمرحله ضعف بشكل كبير جدا وخساره، هل ممكن يتم استهداف تل ابيب نفسها من اي جهه من الجهات؟ هل ده خوف عندهم؟ يا سيدتي تم استهداف اسرائيل تل ابيب وكل منطقه دان شمرون اللي هي جزء منها تل ابيب العاصمة الإسرائيلية، تم استهدافها وبالتالي يمكن أن تستهدف بس أكثر حجم من الخسارة ما كانش كبير. أنا بتكلم إنه ممكن مظبوط يتم مظبوط استهداف تل أبيب ويكون في حجم خسارة كبير عندهم. مظبوط ممكن أن يحدث ذلك، ممكن أن يحدث ذلك. مين الجهة اللي ممكن وحتى تعمل كده؟ الآن الأذرع المقاومة لم تستخدم كل، حسب ما يعلن أنهم لم يستخدموا كل ما لديهم من صواريخ، لكن الأساس الآن علينا أن نعمل على وقف الحرب. طبعا الأساس علينا أن ننقذ أبناء شعبنا العربي مين ممكن الفلسطيني. يقدر يوقف الحرب في ظل أن هم عندهم خطة وبيحاولوا أن هم ينفذوها بكل، يعني بيحاولوا يضغطوا بكل الأشكال لتهجير أهالي قطاع غزة، مين اللي ممكن يوقف الحرب دلوقتي؟ مين يقدر، مين عنده هذه القدرة؟ هناك كثير من العوامل. الأشقاء العرب لديهم أوراق قوة حتى الآن لم يستخدموها. اللي هي إيه أمل. الأوراق؟ ما هذه إيه؟ أوراق النفط والغاز وعائدات النفط والعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والأمنية، وأيضا هناك أسلحة مختلفة يمكن للأشقاء العرب استخدامها والتأثير في مجرى الحرب، وكذلك بإمكانهم أن يضغطوا على الولايات المتحدة. وأنا أتمنى أن يستحضروا ما جرى في حرب أكتوبر عام 1973 عندما استخدم الملك فيصل آنذاك رحمة الله عليه سلاح النفط وعائدات النفط، وتم وكان له موقفا إيجابيا، وبالتالي يمكن للأشقاء العرب أن يستخدموا هذا السلاح. هل شايف أن ده سيناريو ممكن يحصل ولا مستبعد هذا السيناريو؟ ما هم لو ناويين أن هم ياخدوا خطوات زي دي ليه ما خدوهاش ليه لحد دلوقتي؟ لأنه في حالة تردد وتذبذب ويخشون من سطوة الولايات المتحدة، مع أن الفرصة الآن مؤاتية لهم جميعا أن يستخدموا كل الأوراق، لا سيما وأن هناك استباحة لأبناء الشعب العربي الفلسطيني الشعب الشقيق الذي يعاني. أنت تعلمين أن هناك ما يزيد على 5000 مواطن تم إبادتهم، وهناك حرب إبادة وحرب أرض محروقة. أيوة. أنت تعلمين أن كل مليمتر في محافظات الجنوب في قطاع غزة ليست آمنة. الأطفال يستباحوا، النساء تستباح، أكثر من 70% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء. أيوة. وهذه شواهد، أنتم تشاهدون هذه المجازر الإرهابية، أكثر من 600 مجزرة حتى الآن تمت استخدامها دولة الاستعمار الإسرائيلي من خلال طيرانها، وكانت توجت بمذبحة ومجزرة المشفى المعمداني يوم 17 أكتوبر الماضي. وفي دلوقتي كمان وفي تحذيرات دلوقتي بيحذروا ان بقية المستشفيات يتم اخلاءها لان ممكن يحصل ضرب في اي وقت، مع ان هم قالوا ان مش احنا اللي ضربنا المستشفى المعمداني، ولكن دلوقتي ما انا بقول لك تضارب الاقاويل في كل حاجه، ودلوقتي بيقول لك لا فضوا المستشفيات عشان ممكن نضرب. في نعم تحذير لاخلاء المستشفيات حاليا دلوقتي. انت تعلمين ان هناك
حوالي 20 مستشفى خرج عن الخدمة، مظبوط. وهناك 35 مستوصف وعيادة تم إخراجها عن الخدمة، فضلا عن النقص الوقود ونقص الدواء ونقص المستلزمات الطبية، وأيضا عدم قدرة الطواقم الطبية الموجودة على التمكن من تقديم العلاج لكل المصابين والجرحى الذين زاد عددهم عن 15,000 مواطن. الباحث الفلسطيني عمر الغول من سكايب، بشكرك جدا. هو الموضوع مش سهل، وشكله كده مش هيخلص بسرعة، وشكله هيبقى مطول معانا.